السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا عبارة عن صف جرانيت بارتفاع 60 سنتيم أسفل الحوش. طبعا الوظيفة من عمل هذه الصف الجرانيت، طبعا يعمل من الجرانيت أو الرخام، الوظيفة ليست جمالية بحتة وإنما وظيفية. الوظيفة الأولى أو الأهم هي إيش؟ مقاومة المياه الأمطار من تآكل الجدران أو الدهانات أو الحجر. يعني بمعنى أنا لو ركبت حجر كامل، المياه الأمطار لما تضرب على الرصيف أو على بلاط الحوش إذا كان مركب على الفيلا، الأمطار تجي على الحجر وتبدأ تأكل من الحجر، يتغير اللون ويجيبه زي الملوحة. بس أما الجرانيت أو الرخام يكون مقاوم أعلى للمياه الأمطار للملوحة. الوظيفة الثانية الذي هي يعني أقوى من الحجر في تحمل الضربات، لأن الضربات عادة ما تكون في أول الجدار من أسفل، فبالتالي يتم حشو الرخام أو الجرانيت من الخلف بخلطة اسمنتية كامل الجدار. وشكراً.